عليكم، ان شاء الله غادي نخيطوا ونفصلوا هذا بينوار صدايف كما شفتوا. هذا الشكل النهائي ديالو، اجي على هذا الشكل بالجويبات على برا والكول داير وبصدايفات. هنا بديت الفصالة ديالو، درت التوب على أربعة، كندير التوب على أربعة وندير الاتجاه ديالو كيهبط الاتجاه لتحت، ما يكونش كيطلع للفوق. هنا غنطوي 4 سنتيم، هذيك الحاشية دايره التوب في الطول ديالو، هذا الطول، هذا التوب ديال البرد، يصلح في البينوارات وحتى في البيجامات كيجي. حطيت الكتاف ديالي عندي 20 ونزيد سنتيم ديال الخياطة، غنهبط 3 سنتيم في الكتاف، هبط تما 21، 29 عندي في الصدر، ونهبط 14 14. عندي 31 في الحوض، والبطن راه دخلت سنتيم على الصدر صافي. وغنسير بخط وندير داك الدورة ديال التركيز، 8 سنتيم ديال الدورة ديال العنق، نهبط 2 سنتيم في ديال الخلف صافي، ونسير بخط من الدورة ديال العنق للكتف. غنحط الطول ديالي عندي 40 طول، 40 في الطول، ونزيد 4 سنتيم ديال الأغلي من التحت في الدورة ديال الجلايل صافي. وغندير خط مستقيم، جبت المسطرة وغنسير بخط، غنخرج غير هنا للجنب باش ما ندخلش في الإيفازي ديال البينوار. هنايا غادي نقطع الدورة ديال العنق، هي 2 سنتيم هادي ديال الخلف، صافي غندور مع الطراساج ديالي اللي طراسيت، صافي غنحبس غنخرج تما، وهاديك غادي نحلها هكايا على هاد الطريقة. غادي نقطع الطول ديالي، صافي هنا غادي نحيد داك البانكات اللي درت، غادي نحيد الظهر ونخلي الامام، غادي نهبط 10 سنتيم ونمشي خط مستقيم داك 4 سنتيم، وعاد ندور الدورة ديال العنق. ندخل 2 سنتيم في التركيز ديال الامام الدوره ديالكم، وغندخل 2 سنتيم في الكتف ديال الامام. هنا غنعبر التركيز ديالي عندي 29، غنجيب هاد الطرف اللي شاطلي غنديرو على 4 حتى الكمام، نشوف الاتجاه ديال التوب، هذا التوب ديال الكانيش كيكون حتى هو بحال المبرة، عنده داك الشعرة، خصكي دائما تحضي من الاتجاه ديالها يكون هابط لتحت. هنا نحط الطول ديال الكمام عندي 59، ونزيد 4 سنتيم ديال الأغلي، المونش غندير فيه 14 صافي، ونسير بخط. هذاك الخط ديال التركيز راني حاطه معكم العبارات كيفاش ديروا لي، الا بغيتوا ترجعوا الفيديوهات في القناه. صافي هادو هما الكمام ديالي، انا راه كنفصل الجياب، انا الجياب كنت غنديرهم في الاول في الجنب،
فصلتهم على هاد الطريقه وما درتهمش، وليت درت جياب وحدين اخرين مربعين. هنا راه فصلت الجياب كنت غنديرهم في الجنب، ساعه وليت بدلت المهم هاد رايي الطريقه ودرتهم هادي في لها على حياتي اللي برا، كنتو غديرهم في الجنب وليت فصلت جياب وحدين تفصلهم اخرين على هاد مربعين الطريقه هادي. ودرتهم لها هنا غادي ندير في الكور، البينوار من ندير برا، في ما العرض درتهمش من ديالو الداخل خرا، متفونين. هنا غنفصل والطول ديالو الكول، درت 24، عندي الكول هنا درت 24 في الطول ديالو في الدورة، عندي هنا راه طاوية التوب على 4. وفي هذا في العرض درت 10 ديال السنتيم صافي. صافي وكنقطع، كنقطع بهاد الطريقة ساهل. راني دايرة الطرف عندي مطوي على 4، كندخل من كندخل تما من تما سنتيم واحد ونص لداك القنت سنتيم باش ونص يجيني باش الكور نجيبه مدور. مدور. دا ولدي راه جاب لي السهل وتمشي. دابا غادي نحلو وغادي نفرقو. صافي غادي نفتحو من تما نشقو في النص، وهذا هو الكول ديالنا هو واجد. صافي من غير الصقر غادي يجي الشكل ديالو كيجي زويون ضاير. هنا كما هنا قلت راه لكم في كنت حياتي اللي علمت كنت غنديرهم في الجياب، الجيب هاد الطراسيم هنايا في هاد البلاصه، علمت البلاصه ديال الجياب على اساس انا كنت خطو غنديرهم ب 14 في والجنب الجنب كما 15 قلت لكم. والطراسي والجيب ساعه عاود وليت حطو درتهم في 14 الوسط، ديال درتهم على الجيب. برا جياب مربعين وعلى برا درت داك الجياب هادوك، كديري صافي 20 الطراسي في اهو. العرض وكديري 24 في الطول. السلام عليكم، ان شاء الله نخيطوا هذا البينوار لبس ضايف، نخيطه معاكم. كما شفتوا هنايا غندير درت الجياب هكايا، غندير الجياب على برا جيو مربعين. شديت العبار ديال البلاصه ديال الجيب، شديت من هنايا من هاد الدوره ديال التركيز، هبطت من هنا ب 30، هنايا درت 30 وبعدت على هنايا واحد 5 ديال السنتيم، وحطيت هنا خط مستقيم باش غنحط عليه الجيب باش ما يجينيش مايل. هنا يكون خط مستقيم صافي. دابا هنايا الطرف ديال الجيب راه درت في الطول ديالو 24 في الطول هنا، وهنايا في العرض درت 20. غنجي لهنا للطول غنقص واحد 3 ديال السنتيم، غنطويها هكايا 3 ديال السنتيم هي الاولى غادي نخيطها. صافي من هنا غادي نطوي هكايا.